اهلا 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 بيكم وكل الترحيب بضيفنا العزيز كاتبنا وناقدنا الكبير استاذ طارق الشناوي. منورنا يا استاذ طارق. وحشنا حبتين ثلاثه كده بقى لنا كده برضه. اه والله العظيم. اولا خليني زي ما اقول كده اعزيك واعزي نفسي ونعزي نفسنا في وفاه الاستاذ علي عبد الخالق. طبعا طبعا. كان في علاقه صداقه ما بين حضرتك والاستاذ علي عبد الخالق؟ ما اقدرش اقول صداقه، بس في معرفه، يعني في معرفه ومتابعه على هذا النحو. الى اي مدى بتشوف انه علي عبد الخالق في رحمه الله عليه في مشواره كان من ضمن المؤثرين او الكبار في صناعه السينما المصريه؟ مؤكد، لانه العمر الفني 50 عاما. وبدا زمن ابيض والاسود اغنيه على الممر طبعا، وفيلم زي ده لا يزال في ذاكره الجمعيه طبعاً. للمصريين كلهم، يعني فيلم عصي على النسيان، وكان صحيح. بيشكل اولا بعد الهزيمه من شاب لم يبلغ بعد الـ30 اساسا عن مسرحيه كان كتبها علي سالم، ومصطفى محرم عمل لها السيناريو. فانت يعني داخل لوكيشن، موقع او مكان واحد تحت الارض، ازاي بتقدم كل التفاصيل دي وكل المشاعر دي، وحتى الاداء الغنائي كان الأبنودي طبعا هو اللي كاتب الكلام، انزف قاتل اموت، حسن نشأة الملحن، شوف محمود مرسي، صلاح أبيل، محمود ياسين، صلاح السعداني، يعني حقيقة فيلم يعني عناصره كلها كانت مديحة كامل. وعلي عبد الخالق نفسه ما كانش كمل ال 30 سنة لما عمل لا ما كانش كمل. كان 28. يعني 28 وعامل فيلم، عامل فيلم عبقري بالقوة دي. وانه سكن الوجدان، وانا دايما بقول الفن المقياس الوحيد له الزمن. لو غنوة قعدت او فيلم قعد 50 سنة خلاص هتتكلم هتقول ايه، ما حدش يقدر يعني ايه يقول الا متوسط لما نقول لا خلاص اي كلام. 50 سنة من البقاء على قيد الابداع، ده ابداع، هو ده الابداع. وفاة المخرج الكبير علي عبد الخالق بقدر ما هي مسألة صعبة جدا، ومسألة هي فقدان مخرج مهم جدا من على الساحة السينمائية المصرية والعربية، إلا أنه كان لها تبعات، ولكن تبعات مش مرتبطة بالأستاذ علي، تبعات عزاء الأستاذ علي. كان أمس طبعا عزاءه، والنهاردة لو الناس بصت على السوشيال ميديا في مظاهرة حب لميرفت أمين. حقيقي وتستحق طبعا جدا طبعا. يعني عايز اقول اللي نشر صوره اراد يعني ايه قدر من التنمر، اكتشفنا لاي مدى. انا طبعا مكتشف ده من زمان، لكن يعني اللي هم مش متابعين قوي اكتشفوا لاي مدى ميرفت امين بتشكل عند المصريين بكل اجيالهم. صحيح. كل اجيال فتاه احلام ولا تزال، يعني حد يعني عايز اقول ايه الطريقه نفسها، فكره تنزل صوره يا شوف زمان شوف دلوقتي شوف، بعيدا عن اي حاجه بتعزي بلا مكياج، وده يعني ألف به عزاء. ألف به عزاء، وده المفروض كويس. فرايحة كإنسان بيحب إن هو يشارك في عزاء إنسان ارتبط بيه وعمل أعمال فنية عظيمة، وعايز توصل رسالة، هذا الرجل يستحق إن كلنا نعزي فيه. ففوجئنا طبعا إن حد نشر صورة، لكن أجمل التبعات الإيجابية هو حالة فيض الحب والتقدير اللي نالته ميرفت امين، اللي هي فتاه احلام، انا فتاه احلامي وفتاه احلام اجيال كثيره يعني. واضافه لده انا الحقيقه كلمت مدام ميرفت امين مرتين في التليفون، وقابلتها مره واحده، وفي الثلاث وقائع دول وجدت سيده غايه في اللطف، غايه في اللطف، ده صحيح، وذوق رفيع الحقيقه، ويعني ما فيش حاجه بعد كده يعني زي ما خفه ظل وسريع الهدف ومتوافقه مع زمانها ومع عمرها جداً. وعمرها ما خبت سنوات ولا بتخبي سنها ولا خالص بتخبي خالص. شيء ما ولا شهاده ميلاد يعني مضروبه، وبعدين وهي على الشاشه شايفينها، فهي بالتالي عارفه ان الشاشه شايفاها ومستمره لغايه النهارده، مطلوبه بقوه. كل دي عناصر ايجابيه، دي اللي نتوقف عندها. ايه اللي بيبقى الهدف من ورا، وده انا لاحظته بقى بالمناسبه على السوشيال ميديا بشكل عام، الترند. الاحظ ساعات فيديوهات على تيك توك يا استاذ طارق، يجيب لك مثلا الممثل، بسيبك بقى من السيدات، ممثل راجل
كان مش عارف عامل ودلوقتي بقى عامل ازاي. مش اول مره ايوه عشان ايه يعني احنا بنكبر. مش اول مره تتعمل دايما على السوشيال ميديا يقول لك شايف صوره والناس راحلين حتى شايف هو شايف فاتن حمامه وشايف فاتن حمامه شايف ماجده وماجده ايه ده ناديه لطفي وناديه لطفي يعني بتقول ايه في فرضيه ان الزمن بيتوقف او حاجه واحنا مش واخدين بالنا. لا واصبحت حتى لعبه قديمه بس اهم حاجه بجد انه الكل تاكد انه ميرفت امين بتحتل مساحه متميزه عند العرب كلهم مش بس المصريين. صحيح يعني صحيح. لانها فنانه عربيه بامتياز تاريخ حافل. بص مثلا انا شخصيا ياما مثلا مهرجان القاهره بيبقى عايز يكرمها معلش يا طارق بقى ايه هي حتى مش تكريم ندوات برغم صداقتنا وما اقدرش اسيطر عليها ولا بقدر حتى اقنعها السنه الجايه وما تجيش طبعا تيجي السنه الجايه السنه الجايه يعني عايز اقول هي حتى غير متكلبه اطلاقا على التواجد الاعلامي يظهرها خلص. عزيز قوي جدا يعني. جدا وتعمل بس العمل الفني لكن الحديث عنه مش عارف لا بس كانسان يعني لازم تحبها لان هي فعلا فيها كل المميزات اللي ممكن تلاقيها في انسان تقع في حبه خفه الظل الشديده سرعه البديهه الجدعنه لو سمعت حاجه تلاقي اول حد بيكلمك عشان تطمن عليك وهكذا حته سكر والله العظيم حقيقي يعني من بجد. طب في اطار حديثنا بالمناسبه بما انه حضرتك ذكرت مهرجان القاهره انا عايز اذكر مهرجان الاسكندريه دي دورته ال 38 ومهرجان اسكندريه ده انا كنت بحكي من كام يوم ليا معاه قصص طويله قصص بدات من الطفوله كنت اروح مع امي والاستاذ عوده محمد عوده طبعا الله يرحمه يا رب ويديهم الصحه وبعدين لما كبرت واشتغلت كان من اوائل الحاجات اللي اشتغلتها في حياتي وكنت هنا في التلفزيون المصري في الاضاءه المصريه ان انا رحت غطيت مهرجان اسكندريه كان سنه كام السينمائي انا اتذكر ان انا غطيته 99 و2000 و2001 يعني حتى ان انا لما كنت بشتغل في البدايه فبطبيعه الحال اشتغلت مراسل واشتغلت مذيع اطفال واشتغلت كتير جوه الشغلانه حتى لما بقيت مذيع بقى برنامج برنامج استاذ محمد صالح في الاهرام هو اللي كان رئيس المهرجان مش كده اوكي كنت ببقى حريص جدا ان انا بطلع اطلب من الاداره انا عايز اغطي مهرجان اسكندريه طبعا مهم اسكندريه تاني مهرجان في مصر بعد القاهره فرق عامين فقط طبعا 38 هو يمكن الرقم هيلخبط الناس شويه عشان في دورات وقفت لكن هو تاني مهرجان اتعمل 79 مهرجان القاهره 76 فيعني فارق بسيط جدا طبعا مهرجان له تاريخ وله اسم وله سمعه ولا يزال والامير ابو زهر حاليا بيرأس ورئيس الجمعيه المهرجان انا برضو من ضمن ملاحظاتي انه شهد ظهور وبزوغ نجوم يعني انا اتذكر انه باسم سمره وبسمه ظهروا في اول عمل سينمائي من بطولتهم المدينه كان المدينه يسري نصر الله طبعا هو كان اتعرض في قرطاج قبلها بس مش ده يعني مش لا انا بتكلم على انه المهرجان كان طبعا طول الوقت طبعا دايما لو لغايه دلوقتي هو يعني قبله للفنانين والندوات وعروض اتمنى يعني المهرجان بينقصه فكره ان يعود مره اخرى للشارع لازم يعود للشارع حلو الشارع بمعنى ان الجمهور ان احنا نروح نحضر العروض في السينما الناس تعمل زي زمان ودي مفتقده في اغلب مهرجاناتنا تلاقي مثلا في الاقصر في اسوان فين الجمهور نادرا ما بتلاقي جمهور البلد موجود ودي طبعا يعني وزارة الثقافة حريصة على انه المهرجانات كلها مهرجان القاهرة فحمزي فعلا رجع قطاع بجمهور في الاربع سنوات اللي فاتت بدأ صحيح. الناس ترجع لكن عايزين اكتر واكتر طيب تعال ننتقل لموضوع تاني بقى استفتاء افضل فيلم كوميدي بس هبدأ الاول هو في افلام كوميدي طلعت طبعا مصر دي مصر عنوان الكوميديا انت تروح في اي حته اقول لك اقول لي اخر نكته اقول لك الموسم ده في افلام كوميدي لا مش عشان الموسم احنا بنتكلم في المطلق لا في المطلق مصر مليانه كوميديا المواطن المصري مواطن كوميدي جدا ما في 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 تسليم اهالي فيلم كوميدي المعروض مؤخرا ضحكك يعني ضحك الاستاذ طارق هو ده المهم الدنيا عامله شغل كويس في يعني عنده مشكله في انه الشكل غير المضمون بيكسر الفانتازيا بواقعيه يعني مش قادر يضبط القانون لكن مثلا انك تقدم يعني دنيا مؤكد ده افادها تعرف النجمات في مصر مقهورات
بقى لهم اكتر من 20 سنة. بس الدنيا مش مقهورة يعني. ايه؟ الدنيا مش مقهورة. لا البنات مقهورات يعني كبطلات. يعني السينما رجل، الدراما التلفزيونية لا. في رجل وفي امرأة كأبطال. السينما نادرا ما بتجد انه نجمة، فالدنيا دي خطوة لها. حتى لو شاب الخطوة بعض المشاكل، لكن لا شك انها خطوة. وبتشوف الموسم بتاع الافلام او الموسم ده الافلام الكوميديه اللي فيه مين يجي نمره واحد؟ ما احنا قلنا ما فيش كتير الحكايه يعني، ما فيش العدد. واحد اثنين ثلاثه ولسه الموسم ما خلص، يمكن ربنا يبعد. دي مش عاده الاستاذ طارق الشناوي ابدا. لا عشان لسه أبداً. لا اصل لسه احنا في شهر 9 ولسه قدامك 3 شهور، يمكن ربنا يبعد حاجه كويسه. ايه الافلام اللي شفتها؟ لا شفنا، ما احنا اتكلمنا عليهم، ما شفنا كده والجن واتكلمنا عنه. حلو، اتكلمنا عليه. واتكلم عن الافلام الكوميدي، هم اظن في الموسم ده 3 صح؟ اللي هم ايه؟ طب فكرونا بيهم. عمهم اكشن محمد يعني. محمد عادل امام. عمهم ده اكشن. محمد عادل امام بيلعب اكشن كوميدي. لا أيوة، بس هو الفيلم ده موجود يعني. الفيلم لما يعني تحطه، وده بقى يدخلك الاستفتاء. لما تحط يعني اي فيلم بيبقى نوع، واي نوع ممكن يبقى فيه حاجات تانية يعني. مثلا احنا بتوع الاتوبيس ده مش ممكن يبقى فيلم كوميدي، هم حاطينه فيلم كوميدي. طب ازاي؟ هتقول لي في مناطق بتضحك، اوكي. بحب السيما، فيلم عظيم اجتماعيا، لكن هل هو فيلم كوميدي؟ لا. هتلاقي فيه مشاهد، ايوه، ما هو لازم يعني. عايز اقول ما فيش فيلم يخلو من ان يبقى فيه حاجه لنوع اخر، بس هو النوع. فطبعا من الاول هو مشكله الاستفتاء انه من الاول فيه كذا خطا. اولا دخلوا فيلم تلفزيوني اللي هو فوزية البرجوازية مثلا، ده فيلم تلفزيوني. صح. وده نوع، والفيلم السينمائي نوع، وبالذات لما النقاد يكونوا هم اللي بيقيموا، فلازم يبقى الانواع محدده. ده كان برضو خطا. فكان من الاول كان محتاج يعني هذا الاستفتاء. فكرته حلوه، زي ما قبل كده اتعمل برضو استفتاء السينما النسائيه او سينما المراه. كان مهرجان اسوان برضو كان عنده مشكله في الاختيارات، واخد بالك؟ لازم بالاول تبقى انت محدد النوع ومحدده صح، وكده يبتدي مساله التقييم. في التقييم في حاجات كتيره اثارت تساؤلات. اللي قول بدايه انه مفيش استفتاء لا يثير تساؤلات، واي نتائج لازم تثير. دائما ما بتبقاش مقبوله من الجميع، من الكل. لازم. في اكيد فيها اختلافات لازم طبعا. ولكن لما بنصل لمنطقه فيها منطق خلاص يعني. الاستفتاء مثلا من وجهة نظري كان لازم يقوم على فكرة ازاي نصوت. كل واحد ياخد يعني، انت بتختار 100 فيلم، افضل 100 فيلم. بتدي صوت لكل فيلم. هم عملوا حاجتين، خلوا ان انت بترتب الافلام. طيب 32 ناقد وباحث واستاذ في السينما اشتركوا في انا يعني، انا اعتذرت عن المشاركة. بس 32 ليه اعتذرت؟ قدرت لقيت الاليات انا يعني كانت ضد قناعاتي. فقلت لهم لا، هنا بدل في الاليه المنطقيه، برغم ان دايما يقول لك هي الديمقراطيه ما هياش اعظم حاجه، بس هي اعظم حاجه بالقياس للديكتاتوريه يعني. فبرضه هنا الاختيار اللي انا بقوله ده، فكره انك كل حد يدي صوت واحد، دي ديمقراطيه. لكن لما بتدي مثلا فيلم 100 وفيلم تاني 75 وفيلم تالت 10، اذا انت اخطات الخطا فادح، اذا انت انحزت بشكل غير يعني منطقي، ايضا الخطا او الانحياز فادح. لكن اللي بيدي صوت، فانت بتقلل قوي اخطاء الانحياز. صح. وبعد كده نبتدي بعد ما بيخلص التصويت بنبتدي نشوف ده خد كام صوت وهكذا، فيبقى في منطق. ده لا اتعمل في اسوان لما اتعمل فكره السينما النسائيه، ولا اتعمل ايضا في اسكندريه لما قلنا نعمل اتعمل الاستفتاء على افضل فيلم كوميدي. كان لازم يتعمل ده. ثانيا أنا كان رأيي إنه لو تساوت الأصوات من الفيصل، برضو لازم نخرج بره إحنا، يعني ما تخليش الفيصل حكمك أنت، لا، خلي التاريخ. كنا لسه بنتكلم لما اتكلمنا على علي عبد الخالق، لما فيلم اتعمل 72 وفيلم تاني زي مثلا وليع المار، لو كنا بصدد حاجة زي كده، وفيلم تاني اتعمل التسعينيات أو اتعمل في الألفية، لا، وخدوا نفس الأصوات، يبقى تاريخيا اللي اتعمل قبل هو اللي يكسب، بديهي. لا تتدخل أنت فانك تقول لا اختار ده افضل وده ايضا ده لم يحدث. ف يعني الحاجات دي لو اتعملت هتبقى الامور اسهل. طبعا في مثلا ناس بتسال ليه محمد صبحي
وعم صبحي عمل 25 فيلم بالمناسبة لم يتم اختياره. أنا رأيي الشخصي محمد صبحي أفلامه اللي غير كوميدية اللي بدأ زي الكرنك، أبناء الصمت، بالوالدين إحسانة، أين المفر، وراء الشمس، أفلام مهمة قوي. صح جدا، أتفق جدا. وممثل جميل لما بيعمل كوميديا، لأنه أسلحة محمد صبحي بتتوهج على المسرح قوي. في السينما لا، بالذات لما بيعمل كوميديا، لأنه هو بيخش لها بمفتاح هنعمل كوميديا. هتلاقي كل الأفلام اللي عمل فيها شخصية كوميدية واخدة شوية من علي بي مظهر، واخدة من سنبل، يعني كاركترات، لكن جينات صبحي وقوته والتاريخ هيؤكد مع الزمن. لو انت بتعمل افضل مسرح في تاريخ مصر، ومسرح ومسرح المصري تاريخه حافل طبعا، لازم صبحي هيبقى من الاوائل، مكانه مهمه جدا، من الاوائل جداً. رغم بتتكلم على اكثر من 100 سنه، بس لازم تحط صبحي في الاوائل، تحط تجربته، تحط اصراره. ده راجل بيحط من جيبه فلوس وبينتج، صح، وبيعمل وبيخسر وبيطلع تاني ويقدم فكرة وفكرة جريئة، وهو بيكتب وبيخرج وبينتج، واخد بالك؟ هو الدي ان ايه بتاعه مسرح. برافو عليك، جيناته مسرح، جي من الطراز الاول. وهو نفسه، طب ما هو بعد عن السينما 30 سنة، لو انت بتحب السينما زي ما تحب واحدة هتبعد عنها 30 سنة؟ اكيد لا. فهو بعد عنها بس ما بيعرفش يبعد عن المسرح كتير، ما بيبعدش خالص، لا يحتمل، لا لا ما بيبعدش خالص. ولو مش عارف، لو مفيش عرض هتلاقيه قاعد بيكتب حاجة، بيكتب وبيتابع وبيفكر. بس أنا يمكن هختلف، يمكن أنا فاضلي دقيقتين صح؟ إيه؟ هختلف في نقطة. هو كمان مش بس مسألة الكوميديا، يعني أنا بشوف إن الأستاذ صبحي في غير الكوميديا أكثر تألقا حتى على المسرح. يعني ممكن ده يكون رأيي الشخصي، أنا اتعرفت أو بالأدق حبيت ويليام شكسبير دي زمان قوي، لما عمل هاملت. لما عمل هاملت طبعا، كانت بدايته 75 اظن. انا كنت قد كده، مش باين من الارض، اول مره شفت المسرحيه دي في التلفزيون. وانا بدعو فعلا ان احنا نذاعها تاني. شفتها وتهبلت. لا طبعا، في المدرسه طبعًا. لقيت نفسي باخد ويليام شكسبير في المدرسه، فلقيت ان العرض ده، فلقيت نفسي اللي هو بس خلاص. قلت له مره كده، قلت له حضرتك السبب في ان انا رحت اشتريت الاعمال الكامله ويليام شكسبير من لندن بالانجليزيه القديمه. لا طبعا، بقول لك هو 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 مسرحجي زي ما انت قلت من الطراز الاول. كويس، لما عمل سينما في البدايه، انا فاكر مره حكى لي هو، حتى كان في فيلم الكرنك كلهم بيقولوا، كان صلاح جاهين قاعد وممدوح الليسي وعلي بدرخان، كويس، فريق العمل، قال لي واحنا هم قاعدين كل واحد بيقول عايز ازود مشهد، عايز الوحيد اللي قال عايز اشيل. فصلاح بيقول له انت عايز ايه؟ قال له عايز اشيل مشهد. قال له انت هتشيل؟ قال له لان الايقاع وان المشهد ده ممكن يشيله. فعجب جدا صلاح جاهين ان حد في بدايه، خد بالك اللي بتتكلم على سنه 76 الكرنك 76، ان حد في بدايه مشواره بيشيل، عايز يشيل مشهد، وحسبها بعقليه مخرج وحسب الايقاع. لا لا، وفنان وقاري وبتاع. فهو من يعني طبعا جيناته صحيح مسرحيه، لكن عندما عمل بالسينما اعمال حتى في البدايات غير كوميديه كانت بتشير الى موهبه ممثل سينمائي. في الكوميديا كان شويه بعيد عن انه يبقى هو في الصداره. الجايات كتير عشان نقعد وانا اعتقد المره الجايه لازم نقعد قعده مسرح بجد بقى. أوكي. اشكرك جدا يا استاذ طارق، نورت وشرفت. شكرا. وشكرا جدا لحضراتكم على حسن المتابعه. استاذ صبحي ده فعلا 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 اكبر بمراحل مما نظنه ومما نعتقده، ده بجد مش هزار. فخلوني استاذنكم ان الحلقه خلصت لحد كده، بس اذا كان لنا العمر يا ساده الكرام هنتقابل برضو ان شاء الله يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعه. سلامات.